رحب تحالف الاحزاب المصريه المكون من 42 حزبا سياسيا باحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنيه، واكد التحالف ان هذا الامر اكبر دليل على نجاح الحوار الوطني بنسبه 100%. وقد وجه وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصريه النائب تيسير مطر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والإسراع في إحالتها إلى الجهات المعنية مؤكداً أن إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية يكلل نجاح المرحلة السابقة في تاريخ الحوار الوطني ويقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة